التسويق او الماركتين عرف تطور كبير عبر الزمن. علاش؟ لانه الاساس ديال البيع والشراء، والشركات حاولت ما امكن تطور هاد المجال هذا باش تبقى دائما محافظه على السبق ديالها تجاه المنافسين ديالها. وكاين شركات اللي توصلت لواحد التقنيات خلاتها سريه للغايه. علاش؟ باش تبقى محافظه على السيطره ديالها في منتوج معين وتبقى دائما عند هذاك السبق، فما كيجي المنافس ديالها يعرف السر ديال داكشي اللي كدير حتى كتكون هي دارت ملايين الدولارات. فلهذا اليوم وفي اطار هذا التطوير هذا غادي نهضروا على التسويق العصبي اللي ولا من اهم الاشياء اللي كتطور الشركات الكبرى وحتى الشركات الصغرى. خليكم معنا. في هذه الحرب هذه اللي قدرنا نقوله ديال التسويق وفي البيع والشراء، ظهر هذا المفهوم ديال التسويق العصبي. كاين الناس اللي كتعرفوا شنو هو، وكاين الناس اللي ما عمرو سمعت عليه شي حاجه. علاش؟ لانه فقط تم تطويره في هذه 20 سنه الاخيره. فالتسويق العصبي او النورو ماركتين، وهو عمليه ادماج التسويق بكل ما هو عصبي عند الانسان. فالشركه هذه شنو دارت؟ قبضت واحد المجموعه ديال الناس اللي غدير عليهم واحد المجموعه ديال التجارب، وحطتهم في واحد الغرف مجهزه بكل الأجهزة اللي ممكن تصوروها، كاميرات، تلفزيونات، مجسات حساسة، ميكروفونات وكل ما إلى ذلك، باش يشوفوا مستوى التعامل ديالهم مع مجموعة ديال الصور أو مجموعة ديال الأصوات أو مجموعة ديال المنتوجات اللي غادي يعرضوها عليهم. فهاد العملية أو هاد البحث أو هاد التجارب كلها اللي جرت على الناس، كانوا كيحاولوا من خلالها أنهم يستنتجوا كيفاش الإنسان كيتلقى الحاجات اللي كيعرضوها عليه وكيفاش كيتعامل معها عصبياً، ودخلوا فيها حتى التنويم المغناطيسي، ودخلوا فيها بزاف ديال التقنيات باش يعرفوا كيفاش الدماغ ديال الانسان كيتعامل. ففي الحقيقه هما ما كيتعاملوش مع الانسان كوعي، ولكن كيتعاملوا مع الانسان كلاوعي. اللاوعي يعني يخاطبون منطقه اللاوعي وكيشوفوا الدماغ ديال كيفاش كيرياجي مع ديك المسائل اللي كيعرضوها عليه. واليوم غادي نهضروا على سلوك الزبون او لا كونسيومر بيهافير، اللي هو طبعا الى جينا نترجموها ترجمه مباشره كتعني سلوك المستهلك، اللي هي طبعا مجال كبير جدا، وفي الوسط ديالو كاين هاد المساله ديال التسويق العصبي. فسلوك المستهلك هو اللي من خلاله كنقدروا نعرفوا كيفاش ان المستهلك كيتصرف، ولا كيفاش المستهلك يقدر يقرر في عملية أنه يشري الحاجة أو لا ما يشريهاش. وهذا يعني أننا كنحاولوا نفهموا كيفاش وعلاش وإمتى الإنسان كيبغي يستهلك الحاجة وكيتوجه باش يشريها، ونحاولوا نعرفوا أي صغيرة وكبيرة اللي كتخلي فاش كيكون الإنسان قدام واحد المنتوج شنو هي الحوايج اللي كتدفعوا أنه يشري داك المنتوج أو لا يبعد عليه، يعني ما يشريهاش. فكياخذوا الإنسان لواحد البلاصة معينة اللي فيها واحد مجموعة من المنتوجات، وكيبداو كيلعبوا في شي حوايج. مثلا البلاصة ديال المنتوج فين محطوط؟ واش محطوط قدام الباب؟ واش في جنب الباب اليمين؟ واش في جنب ديال اليسار؟ واش في الاخر ديال المحل؟ واش في الوسط ديال المحل؟ كيلعبوا مثلا في الالوان، الالوان ديال الارض كي دايره، الالوان ديال داكشي اللي محطوط عليه المنتوج كي دايره. حاجه اخرى اللي مهمه اللي هي الصوت، فاش كتدخل شي محل شنو النوع ديال الموسيقى اللي حاطين في المحل. فهذه كلها مجموعه من التاثيرات كيبقاو يجربوا حتى كيطيحوا في واحد لا كومبين معينه هي اللي كتخليك انك تشري داك المنتوج. لان المنتوجات رغم اختلافها راح ضروري التسويق ديالها كيكون مختلف. فاش كتبيع حاجه اللي عندها علاقه باللباس ديال الانسان، ماشي باش فاش كتبيع الحاجه اللي عندها علاقه بالاكل، ماشي كتبيع الحاجه اللي عندها علاقه مثلا بالرياضه، ماشي بحال كتبيع شي حاجه عندها علاقه مثلا بلا فينونس. فكل شيء هذا الشيء كيختلف من منتوج لمنتوج، وهذا الشيء علاش كيحاولوا ما امكن يفهموا كل حاجه كيفاش خصها تقدم للزبون او خصها تعرض عليه، وشنو هما لي كونديسيون جينيرال فاش خص داك الانسان يكون باش يشري الحاجه او لا ما يشريش الحاجه. كاين بزاف ديال التقنيات، مثلا شحال مره كنشوفوا التقنيات ديال التذوق، مثلا كيغطيو الانسان عينيه وكيعطيه مثلا يذوق ثلاثه ولا اربعه ديال المشروبات باش يعرف شكون هو فيهم هذا او لا الاخر، او لا مثلا كيغطيو عاود كذلك الزبون عينيه وكيعطيه مثلا يشم ثلاثه اربعه ديال المنتوجات وكيحاول يقول له واش قدرتي تعرف شمن منتوج علاش كنهضروا. فهذه كلها تقنيات من بين التقنيات اللي كتحدد السلوك ديال المستهلك. وهذه القواعد هذه كلها ولات قواعد اساسيه، كاع الناس اللي كتبيع المنتوجات سواء كتبيع اونلاين او لا اوفلاين ضروري ترجع لها باش تشوفها وتدقق فيها باش تقدر دير بلاصتها في السوق. وقبل ما يجي التسويق العصبي كان يعتبر المستهلك بالنسبه للناس اللي خدامين في التسويق واحد الصندوق اسود،
يعني عياو ما يديروا في المجهودات، عياو ما يجريو، كيعرفوا شي حوايج بيان سور، ولكن ما كانوش كيعرفوا بزاف د الحوايج او الاغلب الحوايج. ولكن فاش جاو هاد المساخيط هادو ديال التسويق العصبي قال لهم ما كتعرفوش تخدموا، فحاولوا انهم يكتشفوا الماكسيموم على المستهلك وعلى التصرفات ديالو وكيفاش كيتعامل مع المنتوج وكيفاش كيقرر يشريه ولا ما يشريهش. وهنا غادي نهضروا على واحد الجهاز مهم كيتستعمل في هاد التقنيه ديال التسويق العصبي. هاد الجهاز سميتو FMRI اللي هو جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي. وهاد الجهاز هذا فاش كيستعملوه في هاد الغرف هادي كيحاول يعطيهم نتائج على حاجه دقيقه، لانه كيراقب كل شيء عند الانسان. وهو جهاز كيرد البال لكل شيء، كيرد البال لحركه العين، الحراره ديالك طلع ولا كتهبط، ملامح ديال الوجه ديالك واش كتعرق ولا ما كتعرقش، خفتي العين ديالك، كيرد البال لكل شيء. والغريب في الامر على ان هاد التجارب هادو ما كيطرحوا عليك فيها حتى شي سؤال، كتكون غير صور، اصوات كدوز قدامك وصور، وعندك داك الكاس كتسمع بعض الاصوات، كتشوف بعض الصور، كيخليو اللاوعي ديالك هو اللي كيجاوب، والكور ديالك هو اللي كيجاوبهم ماشي انت. لانه في الدراسات اللي قبل علاش كانوا كيعتمدوا، كما قلنا قبل كانوا كيعتمدوا على يدوقوا الانسان، يسولوه، يخليوه يشم الحاجه، مثلا ياخذوا رايه في واحد الحاجه. ولكن كان الانسان دائما كيراوغ، او اغلب الناس كتراوغ، كاين بعض الانسان اللي غادي تطرح عليه سؤال ما غاديش يعطيك السؤال الحقيقي اللي عنده في الداخل ديالو. ولكن مع تقنية التسويق العصبي هادشي كله تحيد، ولا اللاوعي ديالك هو اللي كيجاوب وكيعطي غير الحقيقة، ما كيعطيش شي حاجة من غير الحقيقة. في بعض الأحيان اش كيديرو، كيعطيوك مثلا واحد المنتوج أنك تستهلكو. من خلال التجارب لقاو باللي مثلا نعطيو غير مثال بسيط، أن ناس عطاوهم الماء عادي، عطاو لهم في كاس أحمر شربوا غير النص ديال الكاس وحطوه، نفس الناس عطاوهم الماء في كاس شفاف شربوه كامل، فما سولوش هاد الناس هادو، ولكن خلاو الجسم ديالهم هو اللي يجاوب علاش، وخداو النتائج من هاد الجهاز هذا. وعرفوا باللي الانسان فاش كتكون حاجه عنده ترونسبارونت باينه كيثق فيها اكثر، بينما فاش كتكون مخبعه فشي حاجه ولا ما كتكونش باينه، يعني اللي با فيزيبل 100% بحال اللي قلتي الجسم ما كيتقبلهاش. وهذا علاش اغلب القراعي ديال الماء اللي كتشربوها قراعي شفافه، ما تلقاش شي قرعه ديال الماء كتباع في السوق ملونه، كلهم قراعي شفافه لانهم تبازوا على هذه المسائل. اولا مثلا كاين المثال ديال العصائر، فالشركه ديال العصائر دات واحد التجربه، وهو ان عطات للناس عصائر النسبه ديال السكر فيها قليله، فشافوا الملامح ديال وجههم تبدلات. هادشي راه ما كيسولوهمش، يعني كيخليو غير الانسان يرياجي باللاوعي ديالو، ما كيسولوه ما حتى حاجه. فالملامح ديال وجههم تغيرت، خلاهم واحد شويه وعطاو لهم نفس العصير ولكن زايده فيه نسبه السكر. كيف ما كتعرفوا نسبة السكر في اللاوعي كتزيد نسبة السعادة، يعني بنادم كيعجبو الحال، فشافوا بلي الملامح ديالهم تبدلات ولات أكثر سعادة، فلهذا كنلقاو ديما النسب ديال السكر كتكون عالية في العصائر، وحتى إلا ما كانتش عالية هما كيعليوها بالعاني باش الإنسان يقدر يكونسومي ويزيد يشرب. وفي هذه العملية هذه كلها اللي هضرنا عليها كيتعاملوا دائما مع الوعي، فالوعي ما عنده حتى علاقة بهذه المسائل هذه اللي كيوصلوا لها. كيخليو هذه الأجهزة هذه دير خدمتها، كتجمع المعلومات على الملامح ديال الوجه، الحركة ديال الخلايا العصبية، كيفاش الإنسان كيتصرف، نسبة التعرق كما قلنا، الحرارة ديال الجسم إلى آخره. فبهذا كيجمع المعلومات هذه كلها وكيقرروا في النهاية شنو النتيجة ديال التجربة ديالهم. كاين بعض الناس اللي غادي يقول لك وعلاش هاد التعقيد هذا كله، وعلاش هاد الهيلالة كله، وهاد الأجهزة وهاد البحوث وهاد التجارب، يعني خليو الإنسان هو اللي يقرر يشري الحاجة ولا ما يشريهاش. ولكن هما في الحقيقة كيحاولوا ما أمكن يدرسوا السلوك ديال المستهلك ويعرفوه بالضبط شنو بغى، باش ما يبقاوش يجيبوا مواد اللي ما كتباعش يعمروا بها الآخر، هي خسارة بالنسبة لهم وكذلك مضيعة الوقت بالنسبة للمستهلك. فالمستهلك كل ما جبتي له حاجة اللي هو باغيها محتاجها، كل ما كتوفر عليه الوقت وكتوفر عليك انت، وكتوفر حتى مصاريف على الشركه وكتوفر مصاريف عليه. وثانيا هذه العمليه هذه كتسهل بزاف على الناس اللي كيبيعوا انهم يوفروا المنتوجات اللي فريمون باغيها المستهلك بالثمن اللي باغيه المستهلك، باش حتى هما كيوفروا عليهم داك الجهد ديال انهم يقلبوا في الدراسات ويديروا بحوث ثانيه، وفي التالي ما يلقاوش نتيجه 100%، يعني غيديروا واحد المجهود كبير، يخسروا عليه فلوس كثيره، وفي التالي غيجي واحد المنتوج اللي ما غاديش يتباع لهم. فلهذا هما كيفضلوا على انهم يديروا واحد البحوث اللي عميقه، في مره يجيبوا منتوج يتباع لهم وينجح في السوق، تنجح الشركه، وفي نفس الوقت باش يرضيو الزبون. وهذا علاش المنتج كيحاول ما امكن يوفر على راسه الوقت ويمشي ديريكت للمعلومه يجيبها بلا ما يسول الانسان، ولكن كيسول اللاوعي ديالو. وفي اغلب الاحيان يعني 200% كتكون المعلومه اللي خداها كتكون صحيحه وصالحه، كيف ما الى قدرنا نقولوا 5000% ما فيهاش شك. وهذه التجارب هذه ديال التسويق العصبي كشفت على ان مجموعه ديال التجارب اللي دارت قبل كانت غالطه،
ففي التجارب العادية كل شيء كيأكد على أن التسويق كيكون ناجح دائما بالفيديو. وجاو هاد الناس ديال التسويق العصبي يقول لهم اوكي خليونا نشوفوا الحقيقة ديال هاد المعلومة هذه اللي خارجة ديال أن الفيديو أنجح من الصوت. وفعلا خداو الناس وداروا عليهم تجارب وعرضوا على هاد الناس هادو مقاطع فيديو وبداو كياخذوا المقاسات اللي محتاجينها هما بحال مثلا عدد دقة القلب كيف ما قلنا عاود التعرق حركة العين وكذلك وتوصلوا للنتيجة الآتية. أول حاجة دقة القلب كانت 4 مرات أكثر فاش سمع المقطع الصوتي مقارنة فاش شاف الفيديو. ثاني حاجة ارتفعت درجة حرارة هاد الشخص هذا بنسبة 1.66 فاش سمع المقطع الصوتي مقارنة فاش شاف الفيديو. ومثل هذه الدراسات أو دراسات كثيرة دارت قبل تبتات على أن الدراسات ديال التسويق العصبي كانت أنجح وكانت أقرب إلى الحقيقة والنتائج ديالها كانت دائما أكثر من 100%. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقة، هذه معلومات قيمة في الحقيقة، حتى أنا راه انبهرت فاش شفت هذا أو لا قريت على هذا التسويق هذا العصبي لأن ما كنت كنعرف عليه والو ونبهتني بزاف ديال الحوايج. والحمد لله كنحاولوا ما امكن نتقاسموا معكم كل المعلومات اللي كنلقاوها، فدائما خليكم معنا وتابعونا، كاين حلقات زوينه جايه. تحياتي.